السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمرز ناك، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد واللي بيتضمن إصدارات الألعاب لشهر مارس في هذا العام. بعطيكم كل التفاصيل عنهم والمعلومات وبتشوفون العروض خلال الحديث عن الألعاب. أتمنى يعجبكم المقطع، وأهم شيء أن تستفيدون منه وتعرفون الألعاب اللي تناسبكم. لا تقصرون باللايك الحين، عطوا لايك للمقطع وانشروا لأصدقائكم ويعطيكم العافية. والحين نبدأ مع ألعاب الشهر ونتعرف عليها مع بعض. Harvest Moon One World. Game in history. Harvest Moon One World. أول لعبة معانا لعشاق ألعاب الفارمينج، الساند بوكس، السيموليتر أو المحاكاة، بالإضافة لعنصر المغامرة. أكيد سمعتوا عن عنوان هارفست مون، لكن هذا هو أكبر إصدار في تاريخ السلسلة. راح تقدم تجربة وكمية من الشخصيات، تتعرف عليهم، تتفاعل معاهم مع نظام الزراعة والحصاد والعناية والتجارة في الحيوانات وأبسط الأمور، بالإضافة للاستكشاف. طبعا لك الحرية في قضاء يومك في اللعبة، ما تمشيك على نمط معين، وتقدر تبدل بين العمل واللعب والاستكشاف والمشاركة مع الفعاليات بين الشخصيات. اللعبة من النوع اللي تعطيك عمر طويل في التجربة الواسعة. تقدر تقول انها تجربة مشابهة لأنيمال كروسنج على السويتش، لكن بعالم اكثر واستكشاف اكبر. اللعبة مناسبة لجميع الاعمار، وبتتوفر على الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 ونينتندو سويتش في 2 مارس 2021. Harvest Moon One World Available March 2nd, 2021. Kill It With Fire. لعبة ممتعة أو تقدم طابع التسلية والضحك والحماس والخوف في بعض الأحيان أو الربكة، لأن فكرتها ببساطة تقتل العناكب ولهم تحركات غريبة ومرات يقفزون عليك. الحلو في الموضوع أنك أي شيء ممكن تاخذه في اللعبة تحوله إلى سلاح تستمتع فيه الدمار اللي بيصير، لكن الهدف أنك توصل لقتل هذه العناكب أو الحشرات. توفرت اللعبة في السابق على البي سي، وكثير يوتيوبرز لعبوها قدموا لها تجربة حلوة ومضحكة، لكن حاليا راح تتوفر على البلاي ستيشن 4 وممكن تلعبها على الفي آر، بالإضافة أنها راح تتوفر على الإكس بوكس 1 والسويتش وتلعبها بمنظور عادي على الفيرست بيرسون، وراح تتوفر في 4 مارس مثل ما ذكرت على كل الأجهزة. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. Apex Legends على السويتش. A growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. وأخيراً توفرت Apex Legends على نينتندو سويتش، حالياً تقدر تلعبها أينما كنت، تأخذ معك جهازك وتلعب وين ما تبي. وإذا كنت ما تعرف Apex Legends، هي لعبة شوتر بشخصيات أسطورية أو ليجندز، وكل واحد منهم له قدرات معينة وأسلحة وأسلوب مختلف. مثل ما ذكرت اللعبة free to play أو مجانية، تقدر تقفز فيها في أي وقت وتلعب أينما كنت، مع الناس مع أصدقائك ما عندك مشكلة. اللي يميز هذه اللعبة أن القتال فيها تكتيكي واستغلال قدرات الشخصيات، لما يكون عندك تيم وورك راح تستمتع فيها فعلاً. طبعاً تقدم نظام الباتل رويال، لكن بطريقة مطورة أو مختلفة أو بأفكارها الخاصة. راح تتوفر على نينتندو سويتش في 9 مارس، وهي حاليا متوفرة على كل الأجهزة، ونتذكر أنها مجانية، تقدر تجربها في أي وقت. Let's do this, my friends. So many things to do. Monster Energy Super Cross. And earn your place to shine among the legends. لعبة رياضة الدراجات النارية البرية التنافسية ترجع مرة ثانية في إصدار جديد، لكن هالمرة أخذوا الفيزيكس لمستوى أكثر إتقان وأكثر واقعية. التجربة راح تعطي إحساس أكثر للاعب إنه يحس بالمحرك بين يده في المنعطفات والقفزات، وهذه الأمور راح تكون أكثر مرونة وواقعية للاعب. بالإضافة أن تم تطوير الجرافيكس أو الرسومات بشكل أفضل من السابق، خصوصا على الجيل الجديد راح يكون دقتها جدا عالية مع سرعة إطارات. طبعا اللعبة تقدم تشكيلة من السباقات وعدد مراحل كثيرة، ويصل إلى 17 مرحلة تقريبا، أيضا إمكانية التعديل والتجول ومراحل الحرة، بالإضافة للسائق والدراجات. اللعبة تتوفر في 11 مارس على جميع الأجهزة، نتكلم من السويتش لغاية البلاي ستيشن 5 والسيريس X والبي سي. Stops the Zombie Rebel Without a Pulse. عودة للعبة قديمة اصدرت في 2005، ولكن الحين في السنة الحالية بتتقدم تجربة محسنة. وكالعادة في الألعاب دائما نقتل شخصية الزومبي، لكن هالمرة أنت كلاعب بتكون بدور هذه الشخصية، وراح تكون من منظور ثالث. لعبة كوميدية وغريبة، وكل اللي عليك انك تضايق البشر او تقتلهم بطرق مختلفة، والاهم انك تاكل المخ علشان تقدر تكمل اللعب. طبعا نظام اللعبة فكاهي وفيها افكار غريبة، والزومبي مو بس يقتل، يقدر يقود مركبات ويستخدم اسلحة مختلفة وغيرها من الافكار الاستهبالية.
شخصيا جربت اللعبة في السابق لكن للأمانة ما أذكر كانت حلوة أو لا، يمكن ما توسعت في تجربتها. المهم أنها بتتوفر بنسخة محسنة مرة ثانية وبتكون في تاريخ 16 مارس على جميع الأجهزة بالإضافة للجيل الجديد. The end of the world is far closer than we'd like. Marvel Avengers الإصدار الجديد. When will this Kree invasion take place, Clint? من كم شهر تقريبا اصدرت لعبة Marvel Avengers وتعثرت في المبيعات، وبشكل عام دائما ألعاب الكروس جن أو اللي يدخل عليها الجيل الجديد تتأثر أكثر. المهم أن اللعبة رجعت مرة ثانية بإصدار جديد ومحسن بشكل عام، سواء من ناحية الـ 4K بالإضافة للـ 60 إطار وتحسين كامل في موضوع التكستشر أو التفاصيل في الرسومات، بالإضافة لمحتوى جديد لطور القصة بشخصية هوك آي، راح يكون عنده مغامرته كاملة مع شخصيات ثانية وبيكون في زعيم شرير جديد. باختصار تحسينات كاملة للعبة بالإضافة لمحتوى زيادة، واللي ما جرب اللعبة راح تكون تجربة مغامرات الأفنجرز بالشخصيات مختلفة. اللعبة تقدم نظام الأكشن أو كويك تايم إيفنت أو استخدام الشخصيات بأسلوب لعب مختلف، بالإضافة أن اللعبة تقدم دعم عربي بالكامل من ناحية صوت الشخصيات أو الترجمة أو حتى القوائم بالكامل معربة. إذا كنت تملك اللعبة في السابق كل التحديث بمحتوى بالتحسينات اللي فيه راح يكون مجاني لك، لكن على أجهزة الجيل الجديد راح يكون تجربة اللعبة أفضل. التحديث بيتوفر في 18 مارس لجميع الأجهزة اللي عليها اللعبة. You two got every bounty hunter in Pandora looking for you. Tales from the Borderlands. إعادة لإصدار اللعبة القصصية Borderlands من Telltale Games. اللعبة نظامها أكشن كوميدية قصصية وتعتبر من أروع أعمال Telltale حتى تقييمها في ستيم تقريبا 10 من 10، وخذت تقييمات ممتازة بشكل عام. أحداث اللعبة من عالم Borderlands لكن ما هي شوتر. اللعبة تعتمد على السرد القصصي واختيار الإجابات وحسب توجهك في القصة وردود أفعالك تمشي الأحداث والقصة. إذا ما كان عندك مشكلة في اللغة الإنجليزية راح تستمتع جدا في اللعبة وأنصحكم فيها. وأكثر اللي جربوها عجبهم الإخراج والكوميديا بالإضافة للدراما في القصة. راح تتوفر بتاريخ 24 مارس ولأول مرة على جهاز نينتندو سويتش وباقي المنصات بنسخة محسنة، والإصدار كامل يتضمن القصة كاملة وكل الحلقات. Keys and the Wild Masks. لعبة جديدة لكن بأسلوب التسعينات أو الريترو، يعني نفس نظام ألعاب سونيك وألعاب سيجا القديمة. نظام اللعبة مغامرات أكشن بلاتفورمينج، تلعب بشخصية الأرنب أو الأرنوبة وتنطلق في مغامرة، ومن اسم اللعبة Wild Masks انك راح تاخذ اقنعة مختلفة، وكل واحد من هذه الاقنعة بيكون عنده قدرات خاصة. مثلا الماسك او القناع الخاص بالطير راح يحول قدرة الارنب على الطيران واستخدام اذانه كطيران. ايضا في قناع ثاني راح يعطيك وجه القرش وتقدر تسبح فيه في مراحل معينة، بالاضافة لقناع اخر النمر تقدر تتسلق فيه. وبشكل عام شخصية الارنب بيكون عندها قدرات خاصة غير الاقنعة. اللي يحب العاب الريترو الكلاسيكية والمغامرات راح تعجبه هذه اللعبة. تتوفر في 26 مارس على جميع الأجهزة. You play as Cody and May, two parents that have decided to divorce. Of course, it takes two. Daughter Rose, who creates two dolls that the parents magically turn into. أما الحين مع أهم لعبة بالنسبة لي في شهر مارس من المؤلف والمخرج يوسف فارس اللي قدم لنا لعبة Away Out المميزة. رجع مرة ثانية بلعبة بنفس الفكرة التعاونية لكن بتجربة مختلفة تماما بعالم خيالي ومختلف. لعبة It Takes Two قصتها عن زوجين قرروا ينفصلون أو يتطلقون، لكن صار موضوع سحري وحولهم إلى شخصيات صغيرة ودخلهم في عالم خيال مليان أحداث ومغامرات. الحلو في اللعبة أن كل مرحلة بتعطي كل لاعب تجربة مختلفة، يعني لو تعيد اللعبة بالشخصية الثانية بتشوف مغامرة جديدة، سواء من ناحية القتال أو التنقل أو غيره من الخصائص اللي تشوفها. نفس Away Out لازم يكون بينكم تعاون مباشر بين الشخصيات، مثلا واحد يطلق محلول معين والثاني يشعله، لازم اثنينكم تطبقون التعاون غصبا عليكم. ومثل ما شفنا في Away Out في ميني جيمز، فهني تطور الموضوع وصار تقريبا أغلب المراحل تتضمن ألعاب صغيرة للتسلية. اللعبة لو تشوفون عرضها كامل فعلا مشوقة وفيها تفاصيل كثيرة. راح تتوفر في 26 مارس على أجهزة البلاي ستيشن والإكس بوكس للجيلين والبي سي، وبالمناسبة فقط شخص واحد يشتري اللعبة ويلعبها مع صديقه سواء أونلاين أو حتى بشاشة واحدة. And instead of having collectibles and other shiny shit, we made the world interactive and fun. Painting places. Balan Wonderworld. Damn it.
لعبة مغامرات بلاتفورمينج بنظام سحري أو مسرحي أو سيرك. اللعبة تقدم 12 عالم مختلف بقصص مختلفة وتشكيلة مراحل، وكمية شخصيات لهم قدرات خاصة ب80 لباس مختلف، والقدرات نفسها راح تغير الجيم بلاي في بعض الأحيان. اللعبة مناسبة لجميع الأعمار لقضاء وقت ممتع واستكشاف وتحليل والاستمتاع في أجواءها. طبعا تركز على القصص الخيالية مع أفكار واقعية، وإذا كنت تحب الألعاب البسيطة الخيالية والبلاتفورمينج اللعبة ممكن تعطيك تجربة مسلية. راح تتوفر في تاريخ 26 مارس على جميع الأجهزة. كانت هذه قائمة أهم الألعاب لشهر مارس. أبي أشوف رأيكم بالتعليقات، شوفوا القائمة أي لعبة تخططون لتجربتها أو عجبتكم من خلال هذا المقطع لما شفتوها. وأتمنى أن المقطع كان مفيد وخفيف، والأهم أنكم استمتعتوا فيه، ولا تقصرون بالدعم باللايك والنشر. وأنا عارف أن مو كل المقاطع توصل لأغلب المتابعين في القناة، فأتمنى أنكم تشاركون في دعم المقطع ونشره، وأشكر الناس اللي دائما يحطون في تويتر وستوري الإنستغرام، وأتمنى لما تحطون مرة ثانية تسوون تاغ علشان أشوفكم. يعطيكم ألف عافية، وترقبوا مقاطع أكثر في القناة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.